بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس المنتقى شرح أحاديث الصيام للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني. ضيفنا شارح لهذه الدروس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفطر والصوم في السفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض الذي يلحقه بالصيام مشقة عليه أن يفطر ويقضي من أيام أخر ما أفطر، أخذا برخصة الله جل وعلا، لا يجتمع عليه مشقة المرض مشقة الصوم. وكذلك المسافر، لأن السفر كما في الحديث قطعة من العذاب، ففيه مشقة أيضا، ولو كان على وسائل سريعة طائرات أو سيارات فإن فيه مشقة السفر، هذا شيء معروف. المسافر أيضا يفطر، لا تجتمع عليه مشقة السفر ومشقة الصيام، فيفطر في سفره أخذا برخصة الله جل وعلا. وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، هذا هو السنة. ولو أن المريض صام وكذلك المسافر صام في وقت السفر فهذا يجزي عند جمهور أهل العلم، يجزي، لكنه خلاف الأفضل. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. رواه الجماعة. نعم، كما سبق أن المسافر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن إفطاره في السفر أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من صيام. هذا في صيام الفريضة. أما في صيام النافلة، إذا كان معتادا على صيام معين وصامه في السفر فإنه يكون على أجره وثوابه. كان صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر صيام النافلة، وكان يتحمل الحر حتى يصب على رأسه الماء من شدة الحر، فهذا في صيام النافلة. أما صيام الفريضة فالأفضل أنه يفطر أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إذا كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا كما سبق أنه في صوم النافلة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته فيداوم على عمل الطاعة عليه الصلاة والسلام، وهذا في صوم النافلة، كان يصوم النافلة في السفر. كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أيضا يصوم في السفر صوم النافلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج إذا صام ولو كان عليه مشقة، ولكن إفطاره في الفريضة الصوم الفرض أفضل أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى. نعم. في حديث أبي الدرداء الصوم أفضل من المشقة، يفهم من الحديث؟ إيه نعم، هذا في النافلة. نعم، في صوم النافلة. أما الفريضة الله نص على هذا: من شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. هذا في صوم الفريضة. أما النافلة فالإنسان مخير،
النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان إذا عمل عملا أثبته فيستمر على فعل الطاعة ولو كانت من باب النوافل. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. نعم، وهذا منزل على صوم الفريضة، أن الأفضل أن الإنسان يفطر، أما صوم النافلة فالإنسان يصوم في السفر إلا إذا بلغ به المشقة مثل حالة هذا الرجل، فإنه ليس من البر أنه يصوم مع المشقة الشديدة ويعرض نفسه للخطر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. كما سبق أن المسافر بالخيار، إن شاء أفطر وهذا أفضل في صوم الفرض، وإن شاء صام تحمل المشقة. كالصحابة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، منهم الصائم ومنهم المفطر، ولم يعب أحدهم على الآخر، ودل على أنه يصوم في السفر إذا كان لا يبلغ به من المشقة شأوا بعيدا، يعني مشقة متحملة. نعم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. كما سبق أن المسافر في أثناء رمضان له أن يفطر أخذا بالرخصة وهذا أفضل، وله أن يصوم، فإذا صام فإن صومه مجزئ عند جمهور أهل العلم. نعم. وسائل السفر المريحة يا شيخ، السفر بالطائرة يعني لا مشقة فيها، فهل ترون بالإفطار؟ الله جل وعلا قال: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يخصص هذا بالسفر على الطائرة ولا على سيارة ولا على باخرة ولا على بعير ولا على حمار، الله جل وعلا عمم في ذلك وهو أعلم بمصالح عباده. والسفر لا بد فيه من المشقة، لا بد فيه من المشقة السفر، فكونه يفطر في صوم الفريضة أفضل من الصيام، وإذا صام أجزأه صيامه. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم على شرحكم هذه الأحاديث في أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. شكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.